بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين تصريف الراوي تصرف الراوي في نقله للخبر تصرف الراوي في نقله للخبر. وكما سبق أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، وسبق الكلام عن المتواتر وتعريفه وضوابطه، وعن الآحاد كذلك وتعريفه وضوابطه. ثم هنا يتكلم عن تصرف الراوي في نقله للخبر، سواء كان الخبر متواتر أو خبر آحاد. قال: للراوي في كيفية نقله للخبر أحوال أربعة. الراوي يعني الذي يروي الخبر، سواء كان الصحابي أو من بعد الصحابي. قال: للراوي في كيفية نقله للخبر أحوال أربعة. واحد، أن يرويه باللفظ الذي سمع، وهذه الحال أو هذه الحالة هي الأصل في الرواية، وهي أفضل أحواله، أفضل أحوال الراوي وأفضل أحوال الرواية أن يرويها الراوي بلفظها كما سمع من غير تغيير لحرف فيها. هذا أقوى يعني نوع من نقل الخبر. اثنين، قال: أن يرويه بمعناه، يروي الخبر بمعناه، وهذه الحالة لا تجوز إلا لعارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعنى. رواية الخبر بمعنى، رواية الخبر بمعنى، سواء كان الصحابي كما ذكرنا أو من بعده، فيروي الخبر بمعنى. يقول: هذه الحالة لا تجوز إلا لعارف بمدلولات الألفاظ. الصحابة متفق على أنهم أعرف الناس بمدلولات الألفاظ ونقلهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل العربية رضي الله عنهم. لكن المشكلة في من جاء بعدهم، فإنه ربما من جاء بعدهم ليس من العرب، فربما إذا روى الخبر بمعناه غير مقصود الخبر بسبب تغيير ألفاظه. فإن في كلام العرب بعض الكلمات تكون مرادفة بالفعل، وبعضها يكون غير مرادف بالتمام، غير مرادف بالتمام، هو قريب لكنه غير مرادف وغير مطابق، وبعضها يكون مشتركا في اللفظ بعيدا عن المعنى ونحو ذلك. ولذا العلماء تكلموا في رواية الخبر بمعناه. الصحيح أنه يجوز رواية الخبر بمعناه بهذا القيد، وهو كما ذكر، قال: لا تجوز إلا لعارف بمدلولات الألفاظ، بمدلولات الألفاظ. وبعض العلماء تشدد ومنع رواية الخبر بمعناه، وهذا قول الحقيقة يعني ضعيف، لأنه يصعب، لأن الصحابة مع يعني عدالتهم رضي الله عنهم وقوة حفظ كثير منهم، إلا أنهم بشر، ربما بعضهم ينسى اللفظ لكن هو لا يذكر الحديث إلا بالمعنى الذي يدل على اللفظ أو قريبا منه، أو قريبا منه. وإلا مثلا تجد الصحابة مثلا يرون آية المنافق ثلاث، ورواية أخرى علامة المنافق كذا، فآية وعلامة هي ربما واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون قال الاثنتين، لكن على فرض أنه قال واحدة، الأخرى قريبة في المعنى، آية أو علامة. والذين تشددوا في عدم جواز الخبر بالرواية، خصوصا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، آسف، استدلوا بحديث دعاء النوم،
الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه ولعل معاذ، قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. لا منجى منك ولا لا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبنبيك، قال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. معاذ قالها ماذا؟ وبرسولك الذي أرسلت. فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فبعض العلماء تشدد في رفض الخبر بمعناه بهذه الرواية، قال: النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ أن يروي الخبر بنبي برسولك، وقال: لا، بنبيك، مع أن الرسول يشتمل على النبي. لكن العلة في ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ابتداء أن يعلم أصحابه أن هذا وقف، هذا يعني أمر موقوف نقل كلامين. ثم قالوا أن هناك فائدة في قوله: وبنبيك الذي أرسلت. هذا جمع صريح بين النبوة والرسالة، جمع صريح بين النبوة والرسالة. لكن يعني خلاصة أن الصحيح من كلام العلماء أنه يجوز رواية الخبر بمعناه إذا كان عارفا من ما، أو إذا كان ممن يعرف مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني من الكلام. ثلاثة: أن يحذف بعض لفظ الخبر، دي طريقة أخرى يعني للراوي، أن يحذف بعض لفظ الخبر، وهذا ممنوع إذا كان المحذوف له تعلق بالمذكور، لا إذا لم يكن له تعلق. وكثير من السلف سلك هذه الطريقة فاقتصر في الرواية على قدر الحاجة المستدل عليها، لا سيما في الأحاديث الطويلة. أن يحذف بعض لفظ الخبر، الخبر طويل فيقوم يحذف بعض لفظه، يجوز إن كان الذي حذفه لا علاقة له بالمروي، أما إن كان الذي حذفه له تعلق بالمروي فهذا لا يجوز، لأنه هيبقى أشبه به ولا تقربوا الصلاة ويسكت لأنه تعلق به. إنما لو أنه روى الخبر وحذف من الخبر الطويل ما لا تعلق له بما روى لا حرج، وهذا كثير موجود في كلام الصحابة. وإلا الصحابي رضي الله عنه ممكن يكون جلس في الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في ربع الساعة مثلا، ممكن يكون هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صفحتين أو ثلاثة عند روايته، ومع ذلك الصحابي يروي إيش؟ عبارة واحدة، جملة واحدة. مثلا على سبيل المثال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وهو يخطب، فقال: اجلس، فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال: اجلس فقد آذيت. هنا قطع من الخبر الطويل جدا اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، ثم توقف لما دخل الرجل وقال كذا، ثم واصل وقال كذا، وغيره من هذه الأخبار من هذا النوع. ولذلك إذا كان المحذوف لا تعلق له بالمروي فلا حرج ويجوز رواية الخبر بذلك، بل المحدثون فعلوا ذلك في تصنيفهم للحديث، ومن أشهر هؤلاء البخاري رحمه الله تعالى. فالبخاري رحمه الله الحديث ربما قطعه في أكثر من باب، ممكن يرويه في باب بطوله، ممكن يروي الحديث مجزأ في أبواب، يأخذ من الحديث كل جزء ما يشهد للباب الذي يتكلم فيه ويرويه، وهذا لا يضر لأنه لا علاقة له بالمحذوف. أربعة: أن يزيد في الخبر على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز
إذا كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه، لكن بشرط أن يبين ما زاده حتى يفهم السامع أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيسموه العلماء بالإدراج، أن يدرج في الحديث، يعني يضيف من كلامه هو على الحديث، لكن بشرط أن يظهر أو هو يبين أن هذا من كلامه هو، بحيث ينفصل الكلام عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير أيضا، يعني على سبيل المثال قول عائشة رضي الله عنها تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي مرضه، ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: يحذر ما صنعوا. هذا إضافة منها، لكن هذا مدرج، يعني شيء زائد نعم من كلامها هي، لكن ظهر منه الزيادة هذه أن هذا إدراج على الكلام وليس من الكلام نفسه. وهذا كثير في كلام الصحابة رضي الله عنه، ومنه أيضا قولها هي في نفس الموضوع، تقول: لولا ذلك أبرز قبره، لولا ذلك أبرز قبره. نعم. قال: الشروط المعتبرة في الراوي. الشروط المعتبرة في الراوي، احنا سبق الكلام عن الشروط المعتبرة في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو الشروط الخمسة اللي هي الاتصال، والإيش العشر ذي العلة اللي خلاها في الآخر دايما، الاتصال، الضبط، العدالة، عدم الشذوذ، عدم العلة. هنا الشروط المعتبرة في من؟ في الراوي. دي الشروط المعتبرة في الرواية، هنا الشروط المعتبرة فين؟ في الراوي. نعم. قال: يشترط في الراوي أربعة شروط، أو الحديث الصحيح على الوصف السابق باجتماع الراوي والمروي، اللي هي الخمس شروط دول باجتماع الراوي والمروي. هنا هذه الشروط تتعلق بالراوي وحده. قال: الشروط المعتبرة في الراوي، قال: يشترط في الراوي أربعة شروط، واحد الإسلام، فالكافر لا تقبل روايته لأنه متهم في الدين إلا إذا تحمل في كفره، يعني تحمل الرواية في كفره وأدى بعد إسلامه، كما في قصة أبي سفيان مع هرقل. أبو سفيان مع هرقل تحمل هذه الرواية في كفره، أيام كفره، لما كلمه هرقل كان كافرا، لما رواها وهو مسلم. فهنا رواية الكافر تقبل إذا تحملها في الكفر ورواها في الإسلام، ورواها في الإسلام، لأنه في الإسلام خلاص بقى عدل، لما هنقبلها منه، يعني لما يكون هو متصف بوصف العدل والضبط ونحو ذلك. نعم. والصحابة طبعا أبو سفيان صحابي، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنه. اثنين، قال: التكليف وقت الأداء. التكليف وقت الأداء، أن يكون موصوف بالتكليف، يعني يكون مكلف. قال: فلا تقبل رواية الصبي وما سمعه في الصغر بعد التمييز، وأداه بعد البلوغ مقبول، لإجماع الصحابة على قبول رواية أصاغر الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع والحسن والحسين ونحوهم. قال: التكليف وقته الأداء، مش وقت الايه؟ التحمل. التكليف وقت الأداء، لأنه ممكن يتحمل الخبر والرواية وهو صغير ويرويه وهو كبير، وهذا كثير جدا مع الصحابة دول رضي الله عنه، ابن عباس وابن الزبير وسعيد أبو سعيد الخدري وهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وما سمعه في الصغر بعد التمييز وأداه بعد البلوغ فهو مقبول. نعم. ثلاثة، العدالة. قال: فلا تقبل رواية الفاسق، وقيل
إلا المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته. لا تقبل رواية الفاسق، والفاسق هو كل من دخل على قبول خبره الشك من جهة الخلق، من جهة الخلق، وبعضهم عممها يعني جعلها من جهة الخلق وغير الخلق، كأن يكون على بدعة وعليه فقالوا إن كان على بدعة لكنه ليس داعيا إليها فهذا يقبل خبره إن كان متأولا، يعني إن كان هو معتقد أن ده صحيح وهي بدعة نعم لكن هو مش صاحب بدعة مش داعي إليها لكن هو خطأ منه فقط. وهذا وجد في كثير من يعني أهل العلم الذين تأثروا ببعض بدع، يعني أهل البدع لكن لهم لم يكونوا داعين إلى هذه البدع. إذن فالعدالة في الجملة شرط في الراوي أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. أربعة الضبط، أن يكون الراوي ضابط، قال وهو ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يقصد به الحفظ، وضبط الكتاب يقصد به أمانة النقل، يعني ينقل عن الشيخ الذي يروي عنه بأمانة ولا يغير في ألفاظ الكتاب ونحو ذلك. وضبط الصدر أن يكون حافظا، وهذا كان موجود في السلف رضي الله عنهم كثيرا. قال فإن من لا يحسن ضبط ما حفظه عند التحمل ليؤديه على وجهه لا يطمئن إلى روايته وإن لم يكن فاسقا، حتى وإن كان هو عدل لكنه ليس ضابط، بينسى كتير وبيسهو، فهذا حتى وإن كان عدلا فإن العلماء لا يقبلون روايته إن كان ممن يختلط. ولذلك العلماء تجد لهم مصطلحات كثيرة في مثل هذا، حتى إن بعضهم ممكن يتعرض لوصفين، وصفين في عمره في حياته، يقولون فلان قبل أن يختلط، يعني في عمره قبل ما يبتدي ينسى ويخلط الأخبار ببعضها، زي ابن لعيها مثلا المشهور هذا بأنه هو ضعيف في الحفظ ونحو ذلك. بعضهم يقول لا ده في مدة معينة، ده قبل كده كان يقبل خبره، وهكذا. فيكون ضبطا لصدره أو لكتابه، إن كان بيروي من كتاب يبقى معروف عنه أنه ده ضبطه في كتاب، إن كان بيروي من حفظه يبقى يعرف عنه ذلك ويشتهر بين العلماء. ولذلك تجد العلماء وصلوا إلى أعلى درجات في الحقيقة الضبط والحكم على الخبر في هذه الأمة بما لم يسبقها أمة قبلها، لا يعرف هذا العلم أصلا في أي أمة سبقت، يعني علم ضبط الرواية هذا لا يعرف أصلا في أي أمة سبقت، مع أن الأخبار المروية في الأمة الإسلامية أخبار متصلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمل عنه أصحابه وأصحابه حملوا عنهم أصحابهم وغير ذلك، ومع ذلك لم يتركوا مسألة الاتصال فحسب هي التي تحكم على الخبر، لا بل جعلوا لذلك أيضا ضوابط مثل هذا الذي تراه، حتى أنهم في يعني نقلهم للأخبار وأخذهم عن الرواة يعتنون بأدق الأمور، بأدق الأمور. تجد هناك عالم متخصص فقط ليحكم على الرجال في مسألة الضبط مثلا، الضبط فقط، ده كان ضابط ولا مش ضابط، هم عدول عنده لكن ده كان ضابط ولا مش ضابط، تلقى قاعد متخصص في مثل هذه المسائل. وكان يعني من المشهورين في ذلك صاحب الإمام أحمد اسمه يحيى بن معين، لا يحيى بن معين فهذا رحمه الله تعالى كان مشهورا بأنه كان متخصص في أن يحكم على الرجال في مسألة الضبط مثلا، هذا مشهور أنه هذا كان مثلا يغفل أثناء المجلس، خلاص يوم يسجل عنده ده كان أثناء المجلس يغفل، ده يضعف عنده خلاص. لماذا؟ لأن ده نقله للرواية في شك، لأنه ممكن اللحظات التي نام فيها أو غفل فيها هذه الخبر يسقط منه بعض العبارات، ما هو راحت منه عبارات لمدة 3-4 دقائق، يوم يفوق كده يوصل الخبر
وهو في نقص في الخبر سقط منه وهكذا يوم يقول لا دا كان يغفل دا كان كذا ونحو ذلك. فانظر إلى هذه الأمة وفضلها. ولا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا ولا حرا ولا مبصرا ولا فقيها، وإلا قد روت النساء، بل راوية الإسلام عائشة، والأحرار قد روى العبيد، وقد روى كثير منهم رضي الله عنهم، وصاروا بعد ذلك كثير أو صار كثير منهم بعد ذلك هم علماء الأمة، وروى يعني كذلك غير المبصرين يعني المكفوفين وغيرهم رووا كذلك، وكذلك أيضا غير الفقهاء فروى العباد وروى غيرهم من عامة الناس. إذن فالراوي له شروط أربعة: حال تحمل الرواية ولا حال الأداء؟ حال الأداء. حال الأداء يكون مسلم، حال الأداء واحد يكون مسلم، حال الأداء يكون مكلف، حال الأداء يكون عدل، حال الأداء يكون ضابط. نعم. قال: صيغ الأداء. قال للصحابي في نقله الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ ترتيبها بحسب القوة كالآتي. يعني الصحابي لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيروي بألفاظ لها ترتيب عند العلماء ولها أحكام يحكمون على الخبر من خلالها. واحد: أن يقول الصحابي رضي الله عنهم أجمعين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني، أو شافهني، أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك. فهذا اللفظ لا يتطرق إليه احتمال الواسطة أصلا، لا يتطرق إليه احتمال الواسطة أصلا، فيش واسطة أصلا كده، مش كده؟ لأنه قال حدثني سمعته ونحو ذلك، وهو حجة بلا خلاف. اثنين: أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا محتمل، هذا محتمل للواسطة، والظاهر فيه الاتصال. الظاهر هو الأقوى طبعا من الاحتمال، والظاهر فيه الاتصال. أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محتمل أن يكون في وسط، لكن الظاهر الاتصال، وخصوصا أن الصحابة عدل ليس فيهم تدليس رضي الله عنهم وأرضاه. ثلاثة: أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وهذا فيه مع احتمال الواسطة أن يكون يعني هو الذي أخبره بذلك غيره، أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأمر أو نهي أيضا أمرا ونهيا، ده في احتمال هذا. قال: والصحيح أنه كسابقه. كسابقه يعني ماذا؟ أن الظاهر فيه أن الصحابي رضي الله عنه يفهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا، وأن الصحابي لا يقول أمر أو نهى إلا بعد سماعه ما هو أمر أو نهي حقيقة. أربعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يبقى عندنا سمعت أو حدثني أو قال أو أمر أو أمرنا. قال: وهذا فيه مع الاحتمالين السابقين عدم تعيين الآمر أو الناهي. أمرنا مين الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد آخر؟ قال: وهذا فيه مع الاحتمالين السابقين عدم تعيين الآمر أو الناهي، أهو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ والصحيح أنه لا يحمل إلا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهيه، وفي معناه من السنة كذا، إن الصحابة يقول ومن السنة كذا، لأن الصحابة ليس فيهم تدليس رضي الله عنهم، فلما يقول أمرنا خلاص أمرنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما غير الصحابي ممكن يكون في تدليس، ممكن يكون في تدليس غير مقصود بالمخادعة، إنما ممكن يكون في تدليس زي تدليس الحسن البصري رحمه الله تعالى. ليس المقصود بالتدليس في مصطلح الحديث طبعا غير التدليس اللي هو المشهور عند الناس يعني. خمسة:
أن يقول كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا، يقصد الصحابة يعني. فهذا عند إضافته إلى زمن النبوة حجة لظهور إقرارهم عليه، إن الصحابة لما يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا أو كنا نفعل كذا، هذا حجة إنهم رضي الله عنهم كان فيهم هذا الأمر. بل يقول وقال أبو الخطاب أن قول الصحابي كانوا يفعلون كذا نقل للإجماع. أبو الخطاب يعتبر ذا إجماع، إن الصحابي يقول كنا نفعل كذا كانوا يفعلون كذا، يعني هذا شيء كان بينهم كالاتفاق. قال ولألفاظ الرواية من غير الصحابي. طيب يبقى ألفاظ الصحابي اتفقنا على أن العلماء صنفوها على هذا النحو، هي الأولانية مثلا سمعت حدثني نحو ذلك، الثانية أن يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالثة أن يقول أمر، الرابعة أمرنا، الخامسة كنا نفعل كنا نفعل. هذا كله في الحقيقة كله في درجة المرفوع، كله في درجة المرفوع. نعم. قال ولألفاظ الرواية من غير الصحابي مراتب بعضها أقوى من بعض. لألفاظ الرواية من غير الصحابي مراتب بعضها أقوى من بعض، أي نعم الصحابة أيضا كل أخبارهم مقبولة، لكن أيضا هي إيش مراتب. فالصحابي لما يقول حدثني هذه أقوى مرتبة، غير لما يقول أمرنا. نعم. قال ولألفاظ الرواية من غير الصحابي مراتب بعضها أقوى من بعض، وهي المرتبة الأولى قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار ليروي عنه، وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وللتلميذ في هذه المرتبة أن يقول حدثني أو أخبرني وقال فلان وسمعته يقول ونحو ذلك. إن الشيخ إن كان الصحابي مثلا هيحدث بقى التابعين، يوم التابعي ده ينقل عن الإيه؟ عن الصحابي كشيخ له، فيقول حدثني. إن الشيخ يقرأ، الصحابي بيقرأ عليهم الحديث، الصحابي يقرأ عليهم الحديث فيسمعه هؤلاء من الصحابي رضي الله عنه، فيقول يقولون حدثنا فلان الصحابي. فهذه أعلى درجة في رواية من غير الصحابة، في رواية غير الصحابة، وهذه التي يقول فيها مثلا أخبرنا أبو هريرة، حدثنا مثلا عمر، حدثنا كذا من الصحابة. المرتبة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ، العكس بقى، قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع، وهو يسمع، الشيخ قاعد والتلميذ بيقرأ الكتاب، قال فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية بذلك خلافا لبعض الظاهرية. الشيخ يبقى قاعد بيسمع والتلميذ بيقرأ الكتاب والشيخ قاعد بيسمع، ممكن الشيخ يصحح في أثناء القراءة ونحو ذلك ويقر بعد التصحيح نعم ونحو ذلك. قال فتجوز الرواية بذلك خلافا لبعض الظاهرية. ويقول التلميذ في هذه المرتبة أخبرني أو حدثني قراءة عليه، وهو يسوغ له ترك قراءة عليه، وهل يسوغ له ترك قراءة عليه، قولان هما روايتان عن أحمد رحمه الله. يعني إن التلميذ هنا اللي هو غير الصحابي وطالع لما يروي عن شيخه فيقول أخبرني حدثني قراءة عليه، طيب هل يجوز أن يترك كلمة قراءة عليه؟ إن هو كان أخذه عن الشيخ كان عبارة عن إيش؟ طريقة القراءة عليه، قرأ عليه هذا الكتاب، ودي درجة عالية جدا في الأخذ، انتبه. فهل يجوز أن يقول أخبرني شيخي حدثني شيخي ويسكت ولا يقول قراءة علي؟ روايتان للإمام أحمد، الأظهر أنه لا يجوز، لأنه فيه توهم السماع المباشر، ويكون بذلك قد
أوهم أنه أخذ بالدرجة الأولى أو المرتبة الأولى اللي هي المرتبة التي قبل ذلك اللي هي قراءة الشيخ على التلميذ، فالتلميذ عند ذلك يقول حدثني أخبرني، لكن المرتبة الثانية من الذي يقرأ؟ التلميذ على الشيخ، هي قريبة جدا في القوة لأنه الشيخ يقر على ما يقرأ. وبعض العلماء قال إن هذه المرتبة تدخل في نفس المعنى، نفس مرتبة المرتبة الأولى. لماذا؟ لأن التلميذ وهو يقرأ الشيخ بيفعل ماذا؟ بيقر أو بيعترض، لكن في الحقيقة المرتبة الأولى هي المرتبة الأعلى، لأن السماع من الشيخ هذا له في نفوس الآخذين عن الآخذ أثر أعمق في ثبوت الرواية وصحتها والأخذ ونحو ذلك. ولذا فإنه إن حدث عن على طريقة المرتبة الثانية اللي هي قراءة التلميذ على الشيخ ينبغي أن يقول حدثني شيخي أو أخبرني شيخي قراءة عليه، أو يخبر مباشرة ويقول قرأت على شيخي وهو يسمع ويذكر الإيش الخبر، أو قرأت على فلان وهو يسمع ويذكر الخبر. المرتبة الثالثة المناولة، قال وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعا مقابلا عليه. الشيخ في الزمن القديم طبعا غير زماننا دلوقتي، الشيخ كان بيبقى عنده نسخة من كتابه كتبها له مثلا بعض من كتبها له، والشيخ معاه نسخة هي بتاعته هو بيقرأ عليها أو بيقرأ على السامعين من تلامذته. بعض التلامذة بيأخذ عن الشيخ في مجالس مختلفة، فيقوم يأتي إلى الشيخ ومعه أيضا هو نفسه التلميذ معه كتاب، فيطابق هذا الكتاب على كتاب الشيخ، فإذا أقره الشيخ سمي هذه إيش؟ مناولة. قال وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعا مقابلا عليه، أو يحضر التلميذ ذا أو يحضر التلميذ ذلك الأصل أو فرعه المقابل عليه، ويقول الشيخ هذا روايتي عن فلان فروه عني، أو يجي التلميذ معاه الأصل أو الفرع كتاب يعني التلميذ نفسه فيراه الشيخ ويقر ويقول أجزت هذا يرويه عني يرويه عني. فهذه مناولة أيضا، هذه مناولة إنه شاف الكتاب بتاع التلميذ أقره خلاص يقر على أن يروي عنه ذلك. قال ومذهب الجمهور جواز الرواية بها، ويقول التلميذ في هذه المرتبة ناولني أو أخبرني أو حدثني مناولة، وأجاز بعضهم ترك كلمة مناولة، والأفضل أو الأحوط أن لا تقبل بغير كلمة مناولة أيضا، فعليه أن يبين ويقول أخبرني شيخي أو حدثني شيخي مناولة. المرتبة الرابعة الإجازة، الإجازة. قال وهي أن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. ومذهب الجمهور، ومذهب الجمهور جواز الرواية بها، ونقل عن أحمد أنه قال لو بطلت لضاع العلم. قال بعضهم ومن فوائدها أنه ليس في قدرة كل طالب الرحلة في طلب العلم. ولذلك في الحقيقة الإجازة من تيسير الله عز وجل على طلبة العلم، وإلا لو كل كل أهل علم في زمان اشترطوا على من يروي الأخبار يعني أن يأخذها مشافهة أو مناولة حتى، فهذا في الحقيقة شاق وصعب خصوصا في زماننا هذا. ولذلك صارت الإجازة في هذا الزمان هي يعني أيسر الطرق في توثيق يعني أهل العلم، فإنه يأخذ هذا عن هذا وهذا عن هذا حتى يصل إلى الأصل، حتى يصل إلى الأصل الصحابي أو نحو ذلك فينقل عنه ما ينقل عنه. ولذلك على سبيل المثال مثلا قراءة الكتب مثلا الستة، الكتب الستة مثلا، فهل يستطيع إنسان الآن
أن يطلب ذلك من من قرأ ذلك في السلاسل القديمة جدا، أو يبحث فيجد من قرأ ذلك في السلاسل على مثلا التابعين وظلت القراءة متسلسلة ونحو ذلك مناولة أو نحوي، لن يجد. إنما هذا كله في الغالب في الزمان الأزمان المتأخرة، إنما هو إجازة قراءة، إجازة قراءة، هذا قرأ على هذا فيجيز بعد ذلك، وهو يجيز غيره وهو يجيز غيره ونحو ذلك، فيظل هذا الأمر ممتدا في الأمة. قال ويقول التلميذ في هذه المرتبة أجازني، أو يقول أخبرني أو حدثني إجازة، وأجاز بعضهم ترك كلمة إجازة. فهذه يعني الألفاظ أو هذه يعني صيغ الأداء، سواء كان من الصحابي رضي الله عنه عنهم أجمعين، أو إن كانت من غير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة.